حرب اتسع مداها لتخرج عن حدود الأسلحة وعدد القتلى والجرحى. أصبحت الحرب الروسية التي شنتها على أوكرانيا مثالا لتهديد العالم أجمع، على ما يبدو أن القوى العظمى قررت استخدام مفاتيح لعبها لفرض سيطرتها. فبعد العقوبات التي فرضتها أمريكا والدول الأوروبية على موسكو، ينتظر العالم قرار موسكو بوقف تصدير الغاز إلى الدول الأوروبية. فما هي البدائل المتاحة لأوروبا؟ أعزائنا متابعي متع عقلك، أهلا ومرحبا بكم. في هذا الفيديو تحديدا سوف تمسك روسيا بالأيدي الضعيفة لدى أمريكا والاتحاد الأوروبي، فماذا سيفعلون لمواجهة نقص الغاز؟ في ظل شن حرب روسيا على أوكرانيا التي أسقطت فيها غالبية المواقع الحساسة وأحدثت انفجارات مدوية، لن تنتظر أوروبا التي تعتمد على الغاز الروسي لسد قرابة 40% من احتياجاتها. ونتيجة لهذه الحرب فقد بدأت في البحث عن بدائل تغنيها عن الاعتماد على موسكو، حتى لو كانت هذه الطريقة أكثر تكلفة من موسكو التي تمدها الغاز عبر الأنابيب، وهي إحدى الطرق السريعة والتي هي أرخص من شحن الغاز المسال من أماكن أبعد. وبعد فرض العقوبات على موسكو، أدى هذا مباشرة إلى ارتفاع الأسعار خاصة الغاز. وعلى الرغم من أن أوروبا سيكون من الصعب جدا عليها استبدال كمية الغاز الروسي بإمدادات أخرى من الغاز الروسي من مختلف الدول، إلا أن هذه الخطوة لا بد منها حتى إذا حدثت شيئا فشيئا. وتعد قطر هي أول البدائل للدول الأوروبية، فهي أكبر مصدر للغاز الطبيعي بعد أستراليا، كما أنها تسعى في الوقت الحالي إلى زيادة طاقتها الإنتاجية من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن. ولكن تكمن مشكلة قطر ليس في كمية إنتاجها، ولكن في أنها مرتبطة بعقود طويلة الأمد مع دول أخرى. ولكن في حالة حدوث أزمة وتداعيات سياسية أكبر، قد يتم التفاوض على هذه العقود، وهو ما يتيح الفرصة أمام الدول الأوروبية للحصول على الغاز الطبيعي من قطر، التي في الوقت الحالي تغطي من 8 إلى 10% من احتياجات القارة الأوروبية. أما الجزائر فهي الخيار الثاني أمام الدول الأوروبية، حيث أكدت شركة النفط والغاز الوطنية الجزائرية سوناتراك استعدادها لدعم شركائها الأوروبيين في مثل هذه المواقف الصعبة. وتعد الجزائر من أكثر الدول القادرة على تغطية واردات أوروبا عبر زيادة صادراتها، هذا بالإضافة إلى امتلاكها لخطوط أنابيب لنقل الغاز عبر البحر الأبيض المتوسط إلى إسبانيا وإيطاليا، كما أن لديها محطة للغاز الطبيعي المسال. ويبقى السؤال، هل مصر قادرة على سد احتياجات أوروبا للغاز؟ خاصة وأنها تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ما يجعلها قريبة من الدول الأوروبية. من الصعب أن تتمكن مصر من سد الفراغ الروسي في مجال الغاز، وهذا لأن كمية الغاز المسال المصدرة من محطتي دمياط وأتكو المصريتين على سواحل المتوسط لا يمكن زيادتها في الوقت الراهن، لا سيما وأن مصر التزمت أخيرا بتحويل كمية من الغاز إلى لبنان عبر خط الغاز العربي الذي يمتد من مصر إلى الأردن ومن ثم سوريا فلبنان. أو سوف تتجه الدول الأوروبية نحو السعودية التي اكتشفت منذ أيام حقولا جديدة للغاز الطبيعي، بالإضافة إلى أنها سادس دولة من حيث امتلاكها لأكبر احتياطي في الدول، مع العلم أن سهم شركة أرامكو السعودية سجل ارتفاعا قياسيا خلال التعاملات الأخيرة، محتلا بذلك المركز الثاني عالميا، مستفيدا من بلوغ أسعار النفط العالمية أعلى مستوياتها منذ عام 2014 بسبب تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا على إمدادات الطاقة في العالم. وفي الوقت الحالي تقوم السعودية بتصدير ما يقارب من 20 إلى 25% من إنتاجها النفطي إلى أوروبا بمعدل مليوني برميل يوميا، وهذا المعدل مازال في حدود الطبيعة، فمن الممكن أن تشهد هذه النسبة ارتفاعا خلال الأيام القادمة. وحاليا نرى العالم يترقب قرار موسكو بوقف إمداداتها من الغاز إلى القارة الأوروبية، وهو الأمر الذي لم يحصل حتى الآن، ما يجعل الغاز ورقة رابحة بالنسبة لموسكو التي لا يعلم أحد متى ستقرر أن تلعبها وكيف.